قلت له عزيه في من؟ قال له عزيه في زوجته وأولاده، 11 ولد وزوجته رقم 12 ماتوا في حادث. قلت كيف يعني؟ قال راحوا إلى مدينة مجاورة لمدينتهم يحضرون عرس، وأخوهم عمره 25 سنة يسوقهم السيارة، وهم راجعين في الليل من هذه المدينة، بينهم تقريبا 300 كيلو 400 كيلو. كان الأب يتصل بهم كل شوي ويسأل ليش، يقول لهم ليش ما نمتوا هناك، انتبهوا لا يرقد الولد، عطني أمك يا ولد، يكلمها انتبهوا لا تنامون، لا يصير لكم حادث، يتابعهم يعني. كان الأب خايف عليهم فعلا. المهم قبل وصولهم إلى مدينة يمكن 100 كيلو تقريبا صار لهم حادث وماتوا كلهم، ماتوا كلهم. الله يغفر لهم ويرحمهم ويصبر والدهم. الشاهد من هذا، أنا طبعا أقول لكم القصة مو عشان أضيق صدوركم، لكني ويعني الحوادث اللي تصير للناس المفاجئة كثيرة، إنما ذكرت القصة يا جماعة حتى يعلم الواحد أن المصائب تنزل به في أي لحظة. يطلع ولده يقطع الشارع تصدم السيارة، يطلع من البيت يرجع يلقاه عفوا يعني الله يجيرنا وياكم محترق على أهله، تطلع بنته المدرسة أعوذ بالله تختطف، أي شيء. الحوادث اللي يعني مثل ما قال يا نائم الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا، الواحد لا يضمن أن تأتيه مصيبة أي لحظة. طيب كيف الواحد يستطيع أنه يعني يستعمل أشياء شرعية تحميه بإذن الله من أن تنزل المصائب المفاجئة؟ أبعطيكم ذكر يقال في الصباح والمساء احفظوا وحافظوا عليه والله إنه بإذن الله يحميك من المصائب. الذكر أن يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، يعني يا ربي عافني، يا ربي أسألك السلامة في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. من فضل الله أني محافظ عليه، من فضل الله ومنته أنا محافظ عليه يمكن من يعني يمكن نقول 30 سنة، وسبحان الله أجد أثره علي. هذا يقرأ يا جماعة في الصباح والمساء، يقرأ بعد صلاة الفجر أو حتى لو في الضحى، وفي المساء بعد الظهر أو العصر. احرصوا عليها الله يجزاكم خير. أنا بحط لكم إياها الآن مكتوب، اقرأوه دائما صباحا ومساء بإذن الله تجدون